صباح خير، مولد مبروك للناس كل كي قبل مش نجمع زيتونة في شو الاحتفال متاع المولد. التلفز تضرب ضرب كتير وترجع فلاش باك. End of flashback. وتوا ماشيين سيدي بالحصان. نصور يا اخي قصيد في سافيسا على خاطر مشينا نصلي في المغرب، وصلينا المغرب لهنا وبعدين قلينا شويه قرين وصلينا العشاء تو هناك في كعبه بقليوه تحفه. اما موريتكمش الفيو لهنا، اما تو ظلمت الدنيا دوك ما عادش تظهر بالكدا. ان شاء الله نعاود نرجع مره اخرى في الصباح باش نجم نصورها كل كاتب الظهر. زعما نحرك ولا لا لا ولا لا لا وفي الرحلة كما نفتح روحة إلى عند الترام في روحة دي ملقيتش تراين سوسة ديريكت انتو كخذيت تراين للقلعة بعد اللي بش نعمل ناخد هذا هو عشو الحكاية مش مشي سوسة عمل جورة في تونس بالباقال اتصابت هذي كالعادة عمري بدور بقاش شوية معناتها ما لازم نهز طماط باش وزيد نخرج من الدار وديما نحس في روحي نسي حاجة ديما لازم نهز حكاية نعرفش اسكن عندكم انتم هذه الفاز هذي كي تجي خارج وتاخذك ماشي للبلاصة ديما عندك هيك الاحساس نسيت حاجة مخي ديما مطير هذي على الحكاية هذي كل مرة بعد ما نخرج بعد ما نكمل كل شيء ديما عندي الاحساس نتاع نسيت حاجة في الدار. قمت فاتيجي على الاخر I think I have started to sick. خرجت للوج على كدو الماما يا اخي سقايا تقطعت وما لقيت شيء. الدبلجه نتاعك مش هي الدبلجه نتاعي ومش ولا يا اخي شيء ولا حد شيء حد بريش ما حد شيء حتى شيء لا شيء حتى نورمال حتى الى ان شيء اوكي لم اجد حتى شيء حتى شيء انا لم اجد حتى شيء تو ابارامون كاينين باش نبدل حوايجي وكاينين باش نقعد في الدار على خاطر ايه هي وين طالع الكاميرا واه معلم وقت اللي ما عادش تلقى حتى حل مع خشبك رأسي يؤلمني سو اليوم خارج باش نقلي مع ماما ما تغركمش اللي قاضي يقول لك هي بات ات ذا انسايد فما زومبي هنا فوت شنو هزكم معايا وير ايفر اي جو وما هزيتش معايا الكاميرا جوست هزيت معايا البورتابل سو
Let's go. Later. هزينا الساندويتشات نتاعنا ما نجمناش ناكلوها مغاديكي على خاطرها معديه ربي على الاخر البلاصه دونك قررنا باش نمشيو ناكلوها مع الحار ماما ماما تتقذرف ما يجي بالبرد دونك قالت لي نمشي بالبرد مش تتسمع شراري ما قالت باش تعمل ضله ساعه على اساس الفسيات تيجي هلو حسيتو توا روحنا للدار وكلينا كالساندويتشات مش عاديين كالعاده لقيت انس تعزف على الجيتارة سو خذيت من عندها قاعده نتعلم على حاجه شويه نزلت ديبيوتونت على الاخر ما قاعده نتعلم يعني في طور التعلم تو باش نسمعكم حاجه من زرياب زمانها ساره من غير فخره يعني نرجع للفن. ضربني الضوء. تتحركي يا شيعة. تتحركي يا. بابا عمل لي كيس سيزانة حسيلو لقيت عنا روب في الدار هذي درا منين يا اخي جيت لبسته شخط علي تقول علي زورو ووهو ووهو نحسب هذي الصيف متاعي انني قادمة ايها الخونة اوكي I'm so bored